أبتي. هذا مقطع أو قصيدة آدم قصيرة. أبتي يا أبتي آدم، ماذا أحسست وأنت تفتح عينيك لأول يوم كي تكتشف العالم؟ وبماذا كنت تفكر يا أبتي؟ أحلم أن أدخل قلبك هذا اليوم لأفتش عن تلك اللحظات الأولى حيث العالم يخرج من بيضته مغسولا، يخرج مندهشا وقليلا. هل كنت صبيا مثلي في يوم ما؟ هل مرت فيك مراهقة وحشية؟ هل كنت تخبئ رأسك في حضن امرأة ما؟ هل كنت تقبل أمك؟ عفوا، هل تعرف معنى الأم؟ إني أرثي وحشتك المجنونة يا أبتي، ولهذا أنت صنعت جميلة حين أكلت التفاحة يا أبتي. الله الله الله.